صباحة جديدة ويوم جديد وبسامة حلوة ومود جامد جدا. هنحاول نظبطه النهاردة مع بعض في الصباحة، وازاي نبقى ناس ايجابيين ونبعد عن اي حاجة وحشة تضايقنا، ونبقى بابتسامة كده نستقبل يوم ونستقبل كل اللي حوالينا، ونديهم باور في اليوم، نديهم طاقة ايجابية يكملوا يومهم حلو معانا في الصباح. هنبدأ اول حاجة ونعرف ضيوفنا اللي هيغيروا لنا المود معانا. معانا الشيف مصطفى دبور، شيف حلواني. صباح الخير يا شيف، في احد الفنادق الكبرى. ومعانا مدام امال ابراهيم. صباح الخير. صباح الفل. صباح التفاؤل ان شاء الله. ان شاء الله. مدام امال مضيفه الطيران، طيران فعيله جدا. هتدينا الباور برضو الجامد جدا، وبنحاول نديكوا طاقه ايجابيه جدا في الحلقه دي. نبدا مع الشيف مصطفى. هتعمل لنا ايه يا شيف؟ نعمل النهارده اصل لا انا متعوده يعني ان انا بشوفك الصبح بنصبح بره، فجيت جوه بقى فعادي خلاص هصبح. لا كمان جت صغيره. لا لا صباح الفل يا كريم، احلى صباح عليك. شيف مصطفى هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل النهارده بونبوني شوكولاته. هنقول بقى ايه المقادير معانا يا شيف؟ معانا شوكولاته ماشي، وزبده سايحه، وجوز هند، وفريش كريم، والفستق ده اللي هنفنش بيه في الاخر. تمام. ده البونبوني شوكولاته. يعني ده مجرد بس الواحد ما يسمع انك هتعمل بونبوني شوكولاته حاجة لازم لا وكمان المود لازم يتظبط خلاص حاجة كده. طب الشوكولاته دي شوكولاته يعني شوكولاته خام. خام. اي شوكولاته خام وانت مسيحها. شوكولاته خام وبنسيحها بس. طبعا عشان ايه وقت البرنامج وكده فايه مسيحين مجهزينها يعني حاجه بسيطه كده ونكملها على انطلق. طيب هنبدا بقى كده. هنبدا نحط الشوكولاته الاول. تمام. مدام امال الشوكولاته بتغير مودك؟ هي الشوكولاته طبعا معروف كل الناس بالذات الستات. بالذات الستات بالذات لما تكون متضايقه تاكل شوكولاته، بس بيبقى مبرر جامد جدا للتخن بقى. كل ما تتضايقي تاكلي شوكولاته يبقى اكيد طول الوقت هتتخني بقى مودك هيروح هينحرق. لكن في اكلات كتير بتغير المود. تمام. بتحسن المود. بتحسن. بتبقى مسؤوله يعني الجسم فيه هرمون اسمه هرمون السعاده. اوكي. هرمون السعاده ده الميلاتونين اساسه عشان خاطر العقل او الخليه العصبيه تفرزه في اكلات معينه بتخلي الهرمون ده يفرز بزياده من ضمنها الشوكولاته. طب حلو قوي. طب احنا الشوكولاته حطيناها على النار وهي كده حطيناها ساحت. هنحط ايه تاني؟ ننزل عليها بفريش كريم. اوكي. كريمه قد ايه ده؟ طيب يعني المقدار ده قد ايه؟ المقدار 600 شوكولاته. 600 جرام شوكولاته ماشي. عليهم 150 جرام فريش كريم. الكريمه اللبانه او الكريمه الفريش بالظبط. هي في المحلات في السوبر ماركت فريش كريم. بس في البيت اللي هي زي اللبن الرايب. ايوه اللي هي ممكن العبوات بتاعت الكريمه اللي في السوبر ماركت الجاهزه بتاعت الحلويات. تمام ماشي. بنقلب طبعا بنفضل نقلبها لحد ما الكريمه تسخن مع الشوكولاته لان الكريمه هي اللي هتمسك. الكريمه بتربط مع الشوكولاته. نار هاديه بقى. على حمام بخار. هو دي حمام بخار. حمام بخار. انت حاطط الميه تحت ودي حاطط بحيث ان انا مش عايز اي حاجه. الشوكولاته ما ينفعش تحط على النار مباشره. ما ينفعش. فبنحطها على ايه؟ نجيب حله او طاسه صغيره. اي حاجه. لا بنعملها فيها شويه ميه. حمام. ونحطها حمام بخار. احنا بس عايزين البخار بتاعها يطلع يسيح لنا الشوكولاته. تمام. او ممكن لو عندنا ميكرويف ممكن نحط الشوكولاته فيه على طول. نسيحها على طول من غير حمام بخار ولا حاجه. على نار هاديه. اوكي. بعد الفكره كده. دي طيب قولي. بعد كده بنحط الزبده. اوكي. 40 جرام زبده. 40 جرام زبده ماشي. وممكن لو مش عايزين نحط زبده خالص ما نحطش، بس ايه يعني الزبده بتدي تيست حلو. طب. يعني اوكي. احنا ممكن بدل الشوكولاته الغامقه دي ممكن تبقى شوكولاته بيضه. ممكن تبقى شوكولاته بيضه عادي. تمام مفيش مشكله. ممكن لو هي غامقه تحط عليها لبن تبقى فاتحه. لا ما ينفعش. لا هي بيعالي التست لو حط اللبن بيتهيألي ولا ما ينفعش تحط لبن اصلا؟ لا عشان ده سايل. ما هي دي سوائل. اللبن زي الكريمه عادي هو واحد. بعد كده هنحط جوز الهند. بعد كده 200 جرام جوز هند ونقلب. طبعا جوز الهند نوعيات فعشان كده ما بنحطش الكميه كلها مره واحده. ليه؟ في جوز هند ناعمه وفي جوز هند خشنه وفي جوز هند متوسطه. فاحنا بنحط حسب الحاجه اللي قدامي اشوف القوام بتاعها زي ما انا عايز لحد ما انا الحاجه اللي انا عايزها بعد كده ايه كفايه. انما لو جوز الهند كويسه لان هي فيها نوعيات كتير فعشان كده ايه لحد ما انا عايز كده اعمل
حسب الرغبه. الجوز الهند لا مش حسب الرغبه، لا قبل ما يربط البتاع. طب جوز الهند نفسه هو اللي هيربط لك الشوكولاته؟ جوز الهند لما بتحط في الشوكولاته مع الحاجه بيشرب الشوكولاته وتشرب الحاجه كلها، عشان كده ايه بيشد معايا. يعني لازم جوز هند، يعني ما ينفعش احط جوه كمان مكسرات مثلا، مش هتعمل نفس النتيجه بتاعت جوز الهند. لا هو 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 معروف هو بيتعمل بجوز الهند. ممكن أوكي. ازود مثلا ايه لو انا عايز ازود اي مكسرات تانية يبقى يدي طعم المكسرات في قلبه. اصل ممكن حد يقول لك مثلا ايه، انا ممكن احط نوع مكسرات جوه واعمل الجرنش اللي بره بنوع تاني، بأي حاجة يبقى تانية. هي كلها شوكولاته بالمكسرات. عادي. لا انا بدخل المكسرات معاها، انما ما اخليش المكسرات لوحدها، لان المكسرات لوحدها مش هتربط. اوكي. انما جوز الهند هي كده كده ايه حاجه طريه، فلما بتتحط مع الشوكولاته والحاجه بتقوم جاي ايه بتشرب الحاجه ديت بتمسك بعضها. تمام. طيب دي بقى هي دي النتيجه اللي وصلناها، القوام دوت. طيب احنا ده المفروض نستنى عليه يبرد بعد كده. باجي رافعها من على النار. اوكي. ندخل في النار من هنا حضرتك. لا لا بعد كده برفعها من على الحمام البخار. اوكي ماشي. بعد كده باجي حاططها في الثلاجه لحد ما تبرد. كل ما بتبرد في الثلاجه تمسك، بتمسك نفسها. طيب. الشوكولاته بتنشف. شفت انا عارف ازاي؟ الثلاجه انت بتنشف. يعني دي اسمها كور الشوكولاته. ده اسمه بونبون الشوكولاته. بونبون الشوكولاته. بنلف كور. نكوره كده ونلفه. طب نكوره؟ نسيب دي تبرد؟ ماشي. احنا كده كده هنسيب ديت تبرد في الثلاجه. ماشي. ديت بعد ما بردت. تمام. اصبح ان ايه؟ مسكت مسكت بعضها. بقت ايه؟ حاجه جامده. بعد كده باجي مطلعها واخد منها حته واجي لففها وتبقى بالمنظر ده. كور كده. دي على طول بتلف معاك. صلصال يعني. بعد كده اجيب بقى ايه؟ ساعة ما اجي افنشها بفنشها حسب ما انا عايز، كل واحد حسب ذوقه. تمام. ممكن اجيب شوكولاته برضه، شوكولاته بيضة، هي كده شوكولاته بني. ممكن اجيب شوكولاته بيضة واسيحها، اسمها شوكولاته اجلاسيه. بحط عليها شويه زيت بخفها، بحيث ان انا لما اجي لما اي حد يجي ياكلها ما تبقاش شوكولاته خام، ما تبقاش جامده. فايه بتبقى ايه شكل بس خفيفه شويه. وبتديها شكل بقى. ممكن بقى طريقه تانية، ممكن اقوم جاي حاططها في ايه المكسرات او اي نوع مكسرات بيمسك فيها على طول يا شيف. دي اول ما تطلع من الثلاجه. نروح مكورا. طب احنا ممكن الكور دي تبقى مثلا بحاجات تانيه، ممكن نعملها اي شكل تاني. لا انا قصدي المكون، مثلا لو احنا غيرنا الشوكولاته خالص. في مثلا قبل كده عملنا كور اللي باللبن المكثف. هتدي نفس النتيجه دي برضو؟ عادي ممكن تمشي برضو. بس ديت يعني حاجه جميله جدا وحاجه كويسه يعني. لا عشان الشوكولاته كمان. عايز اقول حاجه على المود يا نرمين. انه مش شرط يعني، انا مثلا واحد من الناس اللي ماليش تقل قوي على السكريات. فانا بقول برضو انه مش شرط المود يتغير بحاجه حلوه. او يعني هو المود بيتغير بحاجه حلوه، ممكن حاجه فنجان قهوه ساده. في ناس تقول لك انا مودي يتغير بفنجان قهوه ساده. بس هو حته السكريات بتديك نشوه. لا وبتدي بتعلي السكر في الدم. يعني السكر بيدي نشوه يعني. ساعات انا بقول لك انا ماليش في السكريات خالص، بس مثلا بموت في الكنافه بالمانجا. لما ابقى مثلا متضايق رايح على محل فلاني بيبيع كوبايه كنافه بالمانجا قد كده. ايوه. امل العجار معرفاه كويس هناك على طول، واقوم دابب اخد منه معلقه وخلاص كده ما باكلش تاني. السكر مش بيظبط لك مودك، السكر بيديك نشوه. ايوه بيعلي حتى يعني. بيعلي بالظبط. يعني ما تاكلي حاجه زي كده بالشوكولاته تحسي ان انت كده غيرتي طبعا الموت. اكيد اي حاجه فيها سكر لما تكوني متضايقه وتاكلي فيها اي حاجه فيها سكر هو ده اللي بيحصل، ان الهرمون بتاع السعاده زي ما قلت لك بيزيد، فبتحسي انك مستريحه نفسك كده. الناس بترتاح كمان الشاي لو زي السكر. يعني انت مثلا عن تجربه يعني انا واحده مثلا انا بحب الشوكولاته جدا بحبها جدا. ممكن وانا متضايقه اعمل اكشن تاني خالص، مش لازم اكل، اخد بعضي واطلع امشي كده. مجرد ان انت مشيتي في الطلق كده ولوحدك بتفصلي، يعني بتحس ان انت خرجت من المود بتاعك. وانت شايف كده؟ انا عن نفسي بدخل الشغل. بتغير المود لما بخش الشغل. بغير المود على طول. حد لما يكون بيحب الشغل بتاعه بيلاقي نفسه فيه، فانت لما بتعملي اي حاجه وانت متضايقه وانت حباها هو ده اللي بيغير، بيحولك من طاقه سلبيه لطاقه ايجابيه. تمام. فتحسي انك اتحسنتي. طب انت بتحب البحر مثلا؟ لو انت رحت قعدت على البحر يغير لك مودك؟ طبعا. مين ما يحبش البحر؟
لا في ناس ما تفرقش. تقعدي على البحر كده شيزلونج وتديكي كوبايه فلاوله خلي بالك وتحطيها كده وتسمعي صوت الموج. صوت الموج ده 6 الصبح. انا عايز اقول لك على حاجه نرمين، انه يعني نفسيا او يعني علماء النفس يعني بيقول لك انه ما ينفعش ان انت يبقى في بالك في فكرتين، واحده سلبيه وواحده ايجابيه. بمعنى ما ينفعش تفكر انت جعان وشبعان، ما ينفعش تفكر انت زعلان ومبسوط. بالظبط. فانت هي فكره في دماغك بتاثر على واتيفر بقى التكوين، يعني بتاثر على حاجات فيسيولوجيه في جسمك او تاثر على مودك. لكن انت لو جربي كده تفكري في حاجتين مع بعض نقيدين مش هتعرفي، مش هتعرفي، وهتحس نفسك مشتت بين الاثنين. فانت نفسك متضايق، فكر انت لا انا مش متضايق انا مبسوط. فكر في ذكرى ولاده ابنك ولاده بنتك. بالظبط. مش كده؟ تمام. طب كور الشوكولاته اهي جاهزه بعد ما الشيف مصطفى عملها لنا وهذه هي النتيجه. ممكن نقدم لهم بقى، احنا نحاول يغيروا المود بقى هما الاثنين. الشوكولاته دي عملت ميكس بين حاجتين، القهوه عشان شوكولاته والمكسرات انا بحبهم قوي. ما اعرفش بقى السكر هيبقى كتير عليا ولا لا. احنا ممكن ناكلها. ايوه مش مسكره. لا 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 مش اوفر يعني، عشان سكرة جدا. لا سكرها حلو قوي قوي. سكرها مظبوط. هي سكرها مظبوط ليه بقى؟ عشان الكريمه ما فيهاش سكر وجوز الهند ما فيهاش سكر، فعملوا معادله مع بعض امتص السكر بتاع الشوكولاته فايه؟ ظبطوا بعدين احلى بالايد من غير السكر. انا ما شفت، انا لسه شايف الشوكه دلوقتي. انت شلتها من على الشوكه. وبكده بعد ما الشيف مصطفى عمل لنا كور الشوكولاته اللي بدانا بيها نظبط المود بتاعنا، هنطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم ونظبط المود ونبقى بنفسيه حلوه كده ونبتسم واحنا قاعدين بنتفرج على الصباحه ونظبط مودنا ونرجع تاني.